ما بين أكبر العقد اللي تقدر تعيش شي شابة هي أنها تبني كاع الأمال ديالها في واحد العلاقة اللي كانت غادي تتوج في الحلال، وفي الأخير كل شي غادي تبخر وكأن شيئا لم يكن. علاش هادشي غادي وقع لأميمة صاحبة حكايتنا الليلة؟ شنو هو السبب؟ واش قدرت تكمل الحياة العادية ديالها ولا اليوم هي مازال باقا طايحة في بلاصتها؟ حكاية الليلة عبرة ككل الحكاية اللي دازو من قبل. ما تمشو فين وبقاو معانا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم. وبلا شك هاد الوقيته اللي نتوما كتشوفوا فيها هاد الفيديو، يا اما كتغسلوا معناتكم، يا اما جالسين كتشربوا شي قهوه اولا كاس ديال اتاي، يا اما راكم داخل الكوزينه كتقادوا الفطور ديالكم اذا كنتو شفتوا الحلقه اللي غدلي. فما تبخلوش عليا انكم تضغطوا على زر الاعجاب، اما تيكلفكم حتى شي مجهود. وخلي نقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا أميمة كنتمي لواحد العائله اللي هي متوسطه، ما عندهاش وما خصهاش. انا هي الصغيره في خوتي الخمسه، انا هي اللي بقيت فيهم حيت كلهم تزوجوا. علاقتي بوالدي متوتره واحد شويه، خصوصا الاب ديالي اللي ديما كنت كنحسلو انه تيدوي مع البنات وتنقولها الماما اللي كانت كتعاتبو، وكل مره كان تيحلف ليها بلي انه راه ما كاين حتى شي حاجه، ومن حيتاش هي نيه كانت كتثق به. واخا كان الناس تيجيو من على برا تيجيو عندها الدار ويقولوا لها راه شفنا راجلك مع فلانه، او لا راه ركبها في الطوموبيل، او لا ما عرفتش فين داها، هي كانت كتكذب كلشي، كتيق غير داك راجلها اللي كان يكذب عليها. المهم علينا، جات واحد الوقيته اللي دارت به شي وحده وغادي تناقش مع ماما اللي غادي تغضب وغادي تمشي عند واحد اختي اللي كانت مزوجه. انا بطبيعه الحال غادي نمشي معها. جمعنا الحوايجنا نتاع غير شي يومين على اساس باللي انه با فاش غادي يدخل للدار وما غاديش يلقانا غادي يجي يقلب علينا وغادي يراضي امي ويطلب منها السماحه. فاذا به حتى شي حاجه من هادشي موقعات. ايوا هنا فين غادي تقلب حياتي سفها على اهلها. با غادي يبيع الدار اللي كانت بسميتو، ولكن الام ديالي اللي بنتها، لانه با اللي هو جدي كان ميسور الحال، فكان تعطيها فلوس باش انها تبني وباش انها تكسي وليداتها انذاك فاش كانوا صغار. با كان خدام ولكن كان المدخول ديالو محدود وعلى قد الحال. بديك النيه ديال ماما نط كسبات الدار والطوموبيل ديالها باسم با، واخا كانوا فلوسها، ولكن كانت كتقول راه راجلي وراه عندي معاه الوليدات ماشي مشكل. با كان خدام ولكن المدخول ديالو كان محدود وعلى قد الحال. بديك النيه ديال ماما نط كسبات لي الدار والطوموبيل ديالها، واخا كانوا فلوسها، ولكن كانت كتقول راه راجلي عندي معاه الوليدات وماشي مشكل. لكن با ما عقلش عليها، باع ليها الدار باللي فيها حتى بحوايجي اللي كانوا بقاو ليا فيها، ومشى لديك المدينه وحده اخرى مع المراه الاخرى. انا ذاك كنت شديت الباك ديالي، غادي نتصدم انا وما طبيعه الحال، ولكن ما كان في يدينا ما نديرو. نضنا كل مره فين كنمشيو عند خوتي، طبيعه الحال كنت انا رافقه لانه كنت صغيره. غادي ندخل الجامعه وبديت كنتخطى نوعا ما وكنتاقلم مع الوضع الجديد لانه ما عندي ما ندير. الوضع الجديد نتاع انني نكون عايشه بلا اب اللي كنت محتاجاه، ولكن ديك السيده دات ليه العقل ودات ليه الصواب ديالو، والفلوس عماو لي عينيه من بعد ما باع ديك الدار. ماما دعاتو على النفقه، دازت 7 شهور. وهنا انا غادي نتعرف على واحد الشخص اللي ماشي مغربي، من اصول مغربيه ولكن تولد في واحد الدوله وعاش فيها حياته كامله. وبلا ما نكذب عليكم، انا ذاك كنت فاقده الثقه ديالي من كل شيء. المهم بقيت كندوي معاه على اساس انني غادي ندوز معاه واحد الوقيته ونضيع الوقت وصاف، ولكن بقوت ما كنا كندويو كل نهار بديت كنميل ليه وكنتعلق به بحكم التصرفات ديالو، كان تيعاملني بحال شي اب مع بنته. انا ذاك كنت في عمرو 36 سنه وانا كنت في عمري 20 سنه. كان تيدوي غير بالفرنسي والعربيه ديالو كانت ضعيفه، ولكن كنا مفاهمين مع بعضياتنا وارتحيت معاه، والحب والحنان واللي احتاجتها وحليت عليها فمي الا وتيقول لي هذه هي ديالك. اذا بغيت غير نخرج مع صحاباتي واذا بغيت نشري شي حاجه في الاعياد كان يوجدها ليا ولا يعطيها ليا. المهم السيد غادي يتهوس بيا، ولا وقت ما خرجت ضروري خصو يدوي معايا مكالمه بالفيديو باش يشوفني شنو لابسه، فين غاده، شنو كندير. وبطبيعه الحال بحكم انني فاقده الاهتمام فبديت كنحس معاه بداك الشيء اللي كان ناقصني وبدا كيعوضني. بديت كنحماق عليه وعلى كيفاش كيعاملني، واذا تخاصمنا كيفاش تنحلوا الامور ديالنا. ما كانش كيصبر على الثانيه
انها نكونوا فيها مناقشين، عمليه عيني لدرجه انه ما بقيتش كنشوف من غيره. كان قال لي بلي انه في شهر 9 غادي نجي باش انه غادي نجي نخطبك من داركم ونديروا العرس، ومن بعد نرجع باش ندير لك الوريقات ديالك، وغادي تسناي غير شي 3 شهور وغادي تلحقي عليا. انا فرحت وعجبني الحال، قلت علاش لا، كنت بغيت نخدم منعني. وقال لي بلي انه خلصه ديالك ديال الشهر غادي نصيفطها لك، وفعلا داكشي اللي كان. جا الصيف شهر 6 وخرج كنخدم بلا خبارو، كذبت عليه وقلت ليه بلي انه غادي ندير ستاج وتيقني، ولكن كنت محتاجه انني نخرج نخدم. جا شهر 7 وصيفط ليا ماما وخوتو باش انهم يجيو يخطبوني، حيت هو ما قدرش يجي، ولكن انا وياه كنا هادرين في المواضيع والتفاصيل تاع الزواج. يعني امو جايه على اساس انها عارفه كل شيء، جايه غير تتكلم. المهم جاو الام ديالو اللي كانت واخا مرا اللي كانت كبيره ولكن مهليه في راسها، هي وخواتاتو رحبنا بهم وما خلينا ما حطينا نتوما مالي الخير. من بعد ما تعرفنا على بعضنا غادي ندخلوا في الموضوع، وحددنا النهار والبلاصه وكل شيء وفوقاش هو غادي يجي. المهم اتفقنا، واصلا ما كان حتى شي حاجه اللي كانت غادي نتعكس فيها، لانه كنت كنحماق عليه. يا ربي غير نتجمعوا ونرتاح حتى انا، حيتاش ما بقيتش قاده على ديك العيشه نتاع كل مره هز الشوكيش ديالي انا ومامتي وغادي عند واحد من خوتي ما كاينش لي صرف عليا. ماشي بحال اذا بقات غير ماما بوحدها، يعني ولادها غيقدروا يهزوها ويعتنيو بها. وخا هادشي صراحه جا مزروب، بقيت كنقول ماشي مشكل، المهم انا غير نرتاح من هاد الحياه. هو اصلا زرب عليا واحد الزربه ما خلانيش فيه ندوي، كل شيء غادي يتكلف ليا به. فاش غادي نتلاقى بخوالاتي وقلت لهم بلي انه شهر 9 غادي ندير العرس، تيقولوا لي بلي انك يا اميمه راك زربتي بزاف، صبري واحد شويه حتى يتلاقى بكاع العائله ديالك وحتى انت هي تشوفيه، لانه صراحه عمرني ما تلاقيت به. كنا كندوي غير بمكالمات هاتفيه 24 ساعه على 24 ساعه، عمرنا ما تلاقينا. المهم داك يصيفط ليا الفلوس على قبل العربون، وهما غادي يتكلفوا باش انهم يشروا ليا كاع الدهاز ديالي من تما، وانا تنختار شنو بغيت وشنو لا. وهنا في المغرب كنت كنمشي انا وماما عند مالي الحلاوي، كنصوروا ليهم شنو كاين وشنو غادي ندير، واش عجبتكم هاد القاعه ولا هادي، اي حاجه كانت عندها علاقه بالعرس كنت كنصورها ليهم، وكنا كنختاروا داكشي مجموعين. حاجه وحده اللي كانت ناقصه هي الذهب، ولكن درنا بلي انا وحتى يجي هو ونخرج انا وياه ونشربهم. جا شهر 9 وها انا فرحانه وكنحسب النهار بنهارو فوقاش غادي يوصل باش انه يجي. وصلت 12 في شهر 9 النهار اللي هو غادي يجي فيه، وطرت بالفرحه، لانه 17 في شهر 9 بقات يومين غادي نديروا العرس. جا هذاك النهار تلاقينا في دارنا، ولكن ما حسيتش به فرحان. فاش تلاقى بيا كان واحد الاحساس في الشكل وبان الاختلاف ما بين البعد وما بين القرب. المكالمات ماشي هي مباشره، حيت اول مره كيف قلت لكم غادي نشوفو، ولكن قلت ماشي مشكل، انا ماشي في الوقت نتاع الملاحظات، لانه ما عنديش اصلا فين غادي نتراجع، كيخصني نكمل. خرجنا بزوج بينا، درنا وتغدينا، لكن في واحد اللقطه فاش كنت غادي نطلع للطوموبيل غادي نلقى الطابي اللي كنحطو عليها رجلينا مقلوبه، وهو يقول لي يلا قلبيها دغيا، قالها لي بالفرنسي، قالها لي صراحه بواحد الطريقه اللي كانت في الشكل بحال شي وحده خدامه عنده. ما عجبنيش الحال وسكت. مشينا لعند امو للدار باش انا نتفاهموا على شي تفاصيل وحده اخرى اللي كانت بقات لينا. فاذا به كنلقاو دارهم عامره بصحابات اختو وبجيرانهم، وما كانش واحد ترحيب. اولا ديك الفرحه نتاع العروسه راه جات لعندهم بنات اللي هما صحابات اختو، كل وحده منين كتخرج واللباس مفضوح والدنيا مخلطه ويضحك مع هادي ومع هادي. كانت اختي وماما انا ذاك سبقوني لعند امو، فبدينا كنشوفوا بعضياتنا وكنقولوا اشنو هادشي، اش واقع، واش غادي نعيش بهذه الطريقه؟ كنا كنهضروا غير بعينينا. تجاوزت هادشي ودخلنا في مواضيع العرس. وحده من عائلته اللي كانت مغربيه بقات كتدخل، غادي تدور عنده وتقول لي علاش فلان انت اللي تكلفتي انك دير ليها العرس، علاش غادي دير لها هادشي كامل، لا هادشي راه ما كيداش عندنا في المغرب، ولا هذه راه ماشي ضروريه عندنا. السيده تنشوفها انها تدخلت في كل شيء، هو تقلب عليا، وداك الحب والحنان والهضره وداك الشعر تبخر. غيدور لعند اختي وغادي يقول ليها علاش ما تكملوش تزيدوا الفلوس من عندكم باش ديروا هادشي، وعلاش انا مني كل شيء. انا ما بقيتش كنعرفو نهائيا غير حله فمي وكنشوف واش هاد السيد هو اللي كان غارق فيا.
انا ديك الساعه كان ناكل في جنابي، ما حيلتي البا اللي ما غاديش يحضر العرس بنته، ما حيلتي للراجل اللي في الاخر دقيقه ولا تيقول لي بلي انكم خاصكم تعاونوا. ما كنتش معوله، ما خلانيش حتى نخدم باش انني نعاون راسي. اخواتاتي راه عيالات ما خداماتش، عندهم غير رجالاتهم، حتى الا بغاو يعطيو ما غيعطيوش شي حاجه اللي هي كثيره. قبل ما يجي كان تيقول لي انت اللي غادي توقفي على كل شيء بيديك، انا غير غادي نحضر لك ونوجد لك. ولكن غير جا تقلب عليا، ورغم هادشي ماما قالت لي شوفي غير صبري ماشي مشكل، انا غادي نبيع كاع داك الذهب اللي عندي باش انك تكملي، وفلوسهم يخليهم عندهم ماشي مشكل. لحد الان ما بقاش عندي الحق انني نتراجع، لانه بقات يومين العرس. درنا بلي انه لا غد ليه غادي ندفعوا الوراق باش يجيو لعدول النهار ديال العرس، والحمد لله اللي فكرنا بهذه الطريقه. الصباح وحنا غاديين عند داك العدول باش ندفعوا ليه الوريقات، وحنا غاديين السيد غادي تفكر بلي انه خاصو واحد الورقه يجيبها من القنصليه واللي نساها، تعصب وبدا كيغوت. رجعنا في حالنا، تفرقنا وكل واحد رجع في حاله. اختي غادي تكتب لمو وديك السيده اللي من عائلته اللائحه ديال اشنو خاص للطيابه. هي ناضت بدات كدوي ديك السيده ديك خيتي اللي تدخلات في الاول بنفس الطريقه اللي دوات فيها من قبل. علاش غادي نشريو هذه؟ لا هذه نتوما اللي خصكم تشريوها. حماتي ما كدويش وغير ساكته، وحتى هو نفس الشيء غير هي اللي كتهضر. قالت لاختي وماما نتوما اللي خصكم تشريو هذا الشيء، اذا بغيتو مرحبا، اذا لا ماشي مشكل حنا غادي نحيدوها عليكم ونتكلفوا بها. اختي صونات عليا وعاودت لي هذا الشيء كله، ومعانا صراحه كنت جامعه في قلبي حيتاش كنصون عليه وما تيجاوبنيش منين جا المغرب تشغل عليا، وما بقى حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كانت فاش كان هو تما. اختي مشات صونات عليا وصونيت عليه، افلان راني ضروري خاصني ندوي معاك. هو قال لي بلاتي نعيط لك من بعد حيتاش انا دابا مشغول. لا والو دابا خاصنا نهضروا لانه الامر مهم، حتى من بعد نعيط لك اميمه. قلبي انا ذاك شعل فيه العافيه، وعلاش وكيفاش وشنو واقع، وبقى غير يومين للعرس وبقى ما وجدت والو وتفاصيل كثيره اللي كان ربي اللي عالم بها وربي اللي عالم بخاطري. انا ديك الساعه بززت عليه باش انا ندويو، واخا هضري شنو كاين، هذيك السيده شنو دخلها في عرسنا وشنو دورها، واش من حق باش انها هي اللي كتقرر شكون على شنو قالت. هذيك ما دخلها حتى شي حاجه، علاش كدوي عليها بحال هكا اميمه؟ سمع فلان، النهار الاول فاش جيت وتخطبوني جات ماماك وخوتك، شي حد اخر زايد ما عنده حتى شي دخل، راه حتى انا عندي خوالي وتصلتي اللي كانت على قدها اللي غادي نوض حتى انا ندخلهم، ولكن انا حاطه لهم حدود حيتاش هادشي تيخصني انا وياك فلان. السيد فهم بلي انني تندوي لي على امه، بغى يفهمها بهذه الطريقه. قلت له امك على راسي وعينيا وعرفني مزيان بلي انني فلان ما كندويش عليها. هاد الخطيب الحاجه اللي كانت فيه خايبه انه اي حاجه كندوي معاه فيها وخا غير بلادنا كنلقى بلي انها في راس امو. كمثال بسيط، فلان راني بغيت فلوس العربون باش انني نخلص شي حاجه، انا ما نفهم والو في هاد الشيء، صوني على ماما دوي معاها. وبطبيعه الحال فاش ما تنبغيش انني نصوني على ماما باش نقول ليها شنو اخالتي عافاك عطيني الفلوس ديال الحاجه الفلانيه بحال شي سعايه، انا هو ما بيناتناش. ولكن مولا حتى كنوض كنلقاها بلي انا هي كتصوني عليا وكتقول لي راه فلان صون عليا وما فهمتش شنو بغيتي تقولي، قولي لي انا شنو خصك. وهو ما تبقايش تهضري معاه في هاد المواضيع حيتاش ما كيفهم حتى شي حاجه، اي حاجه بغيتيها صوني عليا انا، بحيث بلي انا امه كانت صراحه ظريفه وكتفهم، ولكن انا مخليه ما بيني وما بين هاد التقار. حاجه واحده اخرى، اذا كنت قلت ليه بغيت الصباط الفلان فلاني كتمشي كتشري ليا هذاك وتشري ليا واحد اخر بحاله غير اللي اللي كيكون مبدل. وانا صراحه ما عمرني ما كان عندي مشكل معاها، ولكن كان عندي مع ولدها اللي ما قادرش يفرق ما بين ما هو شخصي من المسؤوليات ديالو وما بين اللي تقالت يقولها ليها. انا فاش صونيت عليه كيف قلت لكم ولمتو على ديك السيده من عائلته علاش الدخل، كان عند بالو بلي انه ماما، شرحت ليه بلي افلان راه امك ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء، امك على راسي ولكن اللي بيناتنا راه خصو يبقى بينا. بقى فيه الحال وبدا كيغوت وكيسب. قلت ليه يا غادي تسكت يا غادي نقطع عليك وعمرك باقي مازال تسمع صوتي. قطع عليا مباشره غادي تصوني عليا امو. الو الو شنو وقع بنتي؟ ما وقع والو خالتي، انا كان عند بالي بلي انه راه النقاش اللي هو عادي بحال كيف مولفين انا وياه، وفي الاخير غادي يجي وغادي يراضيني ولا انا غادي نراضيه. كنت كنتسناه انه يدوي ليا، فاذا به كنسمعو تيقول امو ودوك عباد الله اللي كانوا مجموعين عنده انه تيسب في الدين وبلي ما تلاش باغيني. ما فهمت والو، شويه كنسمعها كتقول ليه هي غادي تسكت هي غادي تخرج عليا من هنا. بدا كيقول لها قطعي عليها، عليا انا وراني ما تليتش باغيها للزواج ودوك الحوايج راني غادي نقطعهم. شويه قالت ليه امو واش صافي يا فلان سالينا العرس؟ قال ليها اه. تخيلوا معايا قطعت عليا
وكانني شي جماد ولا شي حاجه اللي قالوا غادي يتقداوها وما عجبتهمش وخلاوها وزادوا. ما عندي ضمير، ما عندي قلب ولا احساس. ولدها مات لاش بغى يتزوج، انا ندبر راسي. هادشي غادي يوقع نهار 15 في شهر 9، حيت نهار 16 غادي تكون الحنه ونهار 17 غادي يكون العرس. كلشي معروض، وفي الدار الحومات والحلاوي وعربنا على كلشي، حتى باش تقول للناس صافي راه كلشي تلغى ما قدرناش. ما قدرتش نتجر انني نقولها لهم. الفتره اللي عشت ما نتمناش صراحه العدويه. تخيلوا معايا فاش قطعت عليا مو، كنت بوحدي في الدار، قلبي غادي يوقف، ما بقيتش قادره انني نتنفس. صونت على اختي الكبيره اللي ما قدرتش ندوي معاها بواحد الهضره ملي هي مفروزه، غادي تشد الطاكسي كتجريني شان غادي تجي عندي وتسولني شنو وقع اميمه. انا ما قدرتش نشرح لها. اختي صونت على مو سولتها شنو وقع فلانه، قالت لها بنتي راني بحالي بحالك، قولي لولدك خالتي ذنوب بنات الناس راك ما غاديش تقدر عليهم، وراه حتى هو عنده اختو هي حدها قالت لي عندك الحق، وقطعت. من هذيك ما بقيناش سمعنا صوتهم ولا سمعوا صوتنا. طحت طيحه خايبه، وهنا حسيت بلي انا وحياتي توقفات، تبهدلت وتحشمت وما بقيتش حاسه براسي انني عايشه. وكيفاش غادي ندير مع عباد الله اللي كيتلاقاو بيا وكيسولوني شنو واقع ولا كيفاش؟ خوتي هما اللي غادي يتكلفوا وغادي يهزوا هذه المسؤوليه، وغادي يصيفطوا لكاع عباد الله بلي انه راه فلان دار كسيده وبلي انهم راه اجلوا العرس، وحتى شي حد ما عاودنا ليه المشكل. هنا اختي وراجلها داوني معاهم المدينه فين هما تيسكنوا باش انني نبدل الجو. وصل النهار اللي في المفروض انه يكون فيه العرس، اكتئبت ودوزت وكنبكي، وبديت كنتخيل راسي بلي انني راني عروسه. دازت عليا ايام اللي هي كحله، وماما وخوتي ما تجرؤوش انهم يسولوني شنو بالضبط وقع ولا يلوموني، تيقولوا لي غير فيها خير وما عارف شنو كان يوقع كون مشيتي اصلا معاه، اولا كيفاش هو اصلا يقدر يعاملك. وماما اكدت ليا وحاولت تريحني بلي انا ودابا هي مرتاحه عليا وانا معاها، وما كاينلاش انني نزرب على راسي وما كانش مرتاحه لهذا الزواج. رجعت نكمل قرايتي من بعد داكشي، وبديت كنقلب على خدمه. سبحان الله، ربي رزقني بخدمه من احسن الخدامي اللي كنت نحلم بهم، وبصالير اللي هو زوين بزاف في الوقت اللي كنت جالسه كنتسنى فيه واحد يعطيني غير 50 درهم باش انني نمشي ونجي للمدرسه. وليت انا اللي تنصرف وانا اللي تنسافر فين ما بغيت، وكنصدق ربي عوضني براسي باش انني نوقف على راسي براسي وما نحتاجش لشي راجل. كانت عندي فكره غلطه بزاف، كان عند بالي بلي انه الراجل هو اللي غادي يعوضني على الاب ديالي ويقدر يصرف عليا ويعطيني فلوس، حيت هادشي كله كان سببه با. ولكن انا اليوم تنقول الحمد لله حيت وقع هادشي كامل، وما تزوجش به وما مشيتش لعندو. والاب ديالي تخيلوا معايا غادي يرجع من بعد سنوات، حتى سالوا ليه الفلوس ولقى راسو بلا ولاد. بدا كيطلب السماحه من ماما ولكن ما قدرتش تسمح ليه، وحتى حنا ولادو ما قدرناش نسمحوا ليه، ومشى رجع منين جا وباقي حنا كل مره وفين ساكنين. حيتاش انا حاليا تجمع فلوس بيد ما انني نشري شي دويره ليا انا وماما. طبيعة الحال تيجيو الناس كيدوي فيا، ولكن انا ما مستعداش انني نبني علاقه جديده. انا حاليا كيبان لي غير مستقبلي، ومازال كنشوف راسي باقا صغيره، ما مستعداش انني ندخل في علاقه واحده اخرى. صحتي لينا ماما هما ما يتقوش يستفتو في الزواج، وقي يشوف راسهم كي حماق على ديك الراجل واخا ما عرف شنو يوقع، ديما يأسو ما يزربوش، تيشوف راسهم بلي فغي ما صافي، يعني يجربوها بجميع المواقف، ما يغمضوش عينهم واخا على أبسط الأمور ما يغمضوش عينهم اليوم، حيتاش إلا غمضت عينك على ديك الأمور الصغيرة قبل الزواج أوتوماتيكمون راه هاديك اللي غادي تمشي لهم والزوج يمكن غادي تمشي لها بزاف الحاجات اللي ما غاديش ترد عليهم والزواج. يعني صافي شفتي شي حاجة صغيرة هضر عليها، ما تسكتش ما تقولش لا صافي راه دابا في الوقت ما عرفش شنو هذا ما عرفتش كيفاش نرجع ولا هذا الغلط اللي عملته وانا في الاخر قلت لها الاخر من تمانية كل شيء فصافي قلت لها ما خصني نهضر يعني ما وفي يأسو شي من رحمة سيد ربي والعوات يا سيد ربي والله العظيم اني مزيون بزاف بزاف وديما نكونو حنايا السند ديال راسنا ما نبقاش نستناو من شي راجل باش انه يعملنا ولا يعطينا ولا هذا ديما نوقفو حنايا على رجلنا باش ملي كتكون تينا كتعطي راسك فما كتسناش يمشي واحد اخر فتا داك الشخص الاخر الا مشى ولا الا بقى كيبقى زايد ناقص فالله لا يسهل على الجميع يا سيد ربي وما كنتمناش هادشي اللي طحت فيه انا طحت فيه شي حدا اخر صراحة طلعت فريمون خايب بزاف بزاف بزاف. هادي هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية أميمة يا سادة يا كرام. أغلب الأخطاء اللي تيوقعوا تيكونوا بسبب الوالدين، ولكن هذا ليس بمبرر باش أنه غادي نظلم نقلبوا على ما هو مفقود عند أشخاص اللي احنا ما كنعرفوهمش. الحمد لله أنه فيها خير لك،
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما كيف قالوا لك عائلتك تزوجتي بهذا السيد ومشيتي معاه لهي، تكتشفي فيه ديك الشخص اللي انت ما حاملاش، حيت وانت كتكلميش بينتي بلي انه فاش شفتي في الحقيقه ما تقبلتيهش، ولكن استمريتي معاه لانه ديك الساعه فات الوقت. ربي رحمك ودار لك تاويل ديال الخير. كيف ربي عوضك بخدمه زوينه اكيد غادي يعوض لك بمن سيصلح قلبك ان شاء الله. هذه كانت حكايتنا الليله، ما تنساوش انكم تخليو تعليق جميله لصاحبه الحكايه اميمه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.